السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا. يا رب تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال، ويسعد مساكم أينما كنتم. تحت شعار هتخسي من غير ما تحسي، كمان لازم نخس في رمضان. كتير مننا جدا بيتبع نظام صحي في رمضان لحرق الدهون وخسارة الوزن، خاصة ان شهر رمضان مع انه احنا غيرنا خالص الفايدة للشهر، هو مرتبط بالاكل والحلويات اللي بتسبب زياده كبيره جدا وضخمه في الوزن بشكل غير طبيعي. يعني تفضلي طول السنه محافظه على نفسك، هتيجي لشهر رمضان هتضيعي كل اللي عملتيه ده، لان احنا بناكل كتير حلويات ومشويات الى اخره. ازاي ان احنا النهارده نقدر نعمل على حرق الوزن وحرق الدهون؟ يعني تقريبا 5 كيلو كل اسبوع بحاجه سهله جدا جدا، هتسهل اولا عمليه الهضم وعمليه الحرق. كل اللي احنا محتاجينه زبدية خالية الدسم، زبدية بلدي. تروح كده السوبر ماركت وانا عايزة زبدية بلدي، هتجيبيها وهتنزعي طبعا الوش بتاعها لان بيكون دسم وتكون سادة. خلي بالكم الزبدية تانية، ونص ليمونة بس، احنا مش عايزين اكتر من كده. هنجيب الزبدية ونص ليمونة، هنضغط النص ليمونة الكاملة على الزبدية بتاعتنا بالشكل ده. مش هنعمل اي حاجه غير ان احنا هنقلبها كويس قوي وهناكلها. زبديه على نص ليمونه، واحده بعد الفطار عشان تسهل عليك عمليه الهضم وما يبقاش فيه انتفاخ وبتقوي كمان الجهاز المناعي، وواحده قبل النوم. يعني واحده على السحور، استكفي بها على السحور، ما تاكليش معاها حاجه على السحور. يعني هي واحده بس كفايه قوي ان انت تتسحري بيها، هتساعدك في تخفيف الوزن، هتديكي شعور بالشبع، هتمنعك ان انت تصرفي في الاكل او تتناولي حاجات تانية ممكن انها تضر بجسمك. غير كده ان الزبادي والليمون فوائدهم في التحكم في الوزن كبيرة جدا، لان الزبادي طبعا غنية بالبروتينات اللي بتساعد على الاحساس بالشبع وبتقلل الرغبة في تناول النشويات والكربوهيدرات والحلويات قبل النوم. كمان بتؤدي الى حرق الدهون وبالتالي بتساعدك في تنظيم الوزن، بتعزز عملية الايض. يعني لو خدت واحدة بس، يعني زبدية زي اللي معنا في الفيديو، بتعمل 150 تقريبا سعرة حرارية قبل النوم، بيحسن لك طبعا عملية الايض وحرق الدهون بكميات كبيرة جدا، هتحرق لك دهون متراكمة بشكل طبيعي. كمان بتقوي العضلات وبتعزز الوظائف القلبية، كمان بتحسن لك صحة الجهاز العظمي، بتعمل لك على الوقاية من الهشاشة، بتحمي القلب، كمان بتقوي المناعة. وطبعا في ظل تفشي فيروس كورونا احنا محتاجين ان احنا نقوي مناعتنا، لان الزبادي والليمون بيحتوي على فيتامين سي وبيساعد على تقوية الجسم من المشاكل ومقاومة الامراض وزيادة المناعة والتخلص من المشاكل الصحية اللي ممكن تحصل لنا. فكل اللي انت هتعمليها تخسي من غير ما تحسي، استكفي بها بس في السحور، وخدي واحدة بعد الفطار عشان تسهل لك العملية اكتر. وان شاء الله قيسي وزنك حاليا، احنا النهاردة 11 رمضان، وبعد رمضان هتلاقي نفسك خسيتي على الاقل كل اسبوع 5 كيلو، ده لو انت اتبعت النظام اللي انا قلت بالفيديو. يا رب فيديو النهاردة لينا لاعجابكم، ولو محتاجين اي حاجة بشكل عام، وصفة معينة، حاجة معينة، يا ريت تسيبوا لي ده في الكومنتات وانا ان شاء الله بعمله لكم. متابعينا الكرام، دمتم في حفظ الرحمن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.